الأرنب الوفي مشت سلحفات قرب النهر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أعزائي التلاميذ، مثل ما لاحظتوا بالتجمع الصباحي اليوم، وتعتبر هذه أو هذا التجمع بالنسبة إلي ولست نظيمة هو آخر أيامنا الدراسية. بالنسبة لنا سوف نحال على التقاعد. هي النصيحة الأولى هي للمعلم. المعلم يجب أن يكون على قدر المسؤولية، لأن بالنسبة للتلميذ هو أمانة في رقبة المعلم، وعليه أن يكون سلس وبسيط ويعامل التلميذ معاملة الأب للابن. أولا بالنسبة لمعلمين الصفوف الأولية، هي الأول والثاني والثالث، نعم. وبالنسبة للتلاميذ طبعا عانوا ما عانوا، بالنسبة أبو صف الثالث هسه حاليا هو المفروض أبو الأول، يعني صادف المظاهرات ووباء كورونا، فالمعلم اليوم جاي يعاني من هذه المسألة اللي حثت، وعليه المعلم أن يضاعف الجهد بقدر المستطاع، حتى وإن اقتضت الضرورة أن يأخذ دروس اللاصفية ويضم، بالأخص بالصف الأول والثاني والثالث، يعتمد الاعتماد الأول والأخير على درس الإملاء، سواء الإملاء المنظور أو الإملاء المنقول. فالمعلم هنا احنا عندنا بصف الثاني نعتمد على الإملاء اللي على الصبورة، نقوم التلاميذ على الصبورة كل اثنين مثل ما لاحظوا هم التلاميذ على الصبورة، ونلاحظ الأخطاء أثناء الكتابة. يعني مثل ما يقول احنا للمعلمين هذه أمانة نوصيهم، ونوصي التلميذ أيضا، نوصيكم التلاميذ أن تحترمون المعلم اللي جاي إن شاء الله، لأن المعلم هو كل ما هنالك، يريد مصلحتك بابا، يريد مصلحتك لا أكثر ولا أقل. يعني شفت اليوم الاحتفال اللي صار، احنا في يوم الأيام هم كنا واقفين بالاصطفاف وشفنا وهسه حاليا المعلمين اللي موجودين هم كلهم تلاميذنا، هم احنا كانوا بصف الأول والثاني مثلكم، وأشوف الأيام مشت وإذا أشوف التلاميذ بالأمس هو معلم اليوم. فإحنا اللي يريده من عندكم، المعلم من يحكي وياك ومن يصيح بيك ومن شوية يشد عليك، ترى مو يكرهك، مو بغضا بيك، لا، يريد الفائدة إلك. يعني باشر عقب المعلم اليوم هو مثل الفلاح من يذب البذور بالقاع ويداري القاع ويزقي الزرع، في يوم الأيام راح يشوف الثمر، يفرح يجي الثمر ماله. فاحنا باكر عقبه ان شاء الله من تنجح، وان شاء الله النجاح امامكم، هو المعلم يفرح يقول هذه ثمرتي، ثمر تعبي، التعب يروح، ثمر تعبي هو النجاح. فاريد من عندكم ان شاء الله تعطونا عهد ان تبقون مثل ما انتم تمارسون وتدامون على القراءه والكتابه والانتظام بالدوام، لا حد يغيب. ايه لازم عشون ما يقدر يعني، وتدري بهالعدد هذا ربما حتى استعد الحاله النفسيه المعلم اذا ما يقدر بالفعل. بس هو المعلم يعني احنا قالين اكثر من المعلم مثل الشمعه، الشمعه تتوقد وتحترق في سبيل ان تضيء ما حولها، فهمت شلون؟ يعني شوفوا التعب اللي جاي تعبه وياكم، والجهد والحر والبرد في سبيل شنو؟ في سبيلك انت، حتى في يوم من الايام امر عليك وتقولي والله هذا المعلم صاحب فضل علي، هو اللي وصلني. مثل ما قالوا اليوم المعلمين بكلماتهم، الدكتور، المهندس، الفيلسوف، المفكر، كله منه اساسه؟ اساسه المدرسه واساسه المعلم. المعلم هو اللي وصله، المعلم هو يعتبر الاب الثاني للتلميذ. فاحنا ان شاء الله نشكركم التصف الثاني، وإن شاء الله حطيتوا رجلكم على السكة اللي الصحيحة،
بس مو ترجع لي ورا، يعني باكر اكبر راح اطلع واشوف اقول ما صف ثاني بقى شلونهم، شلون صف ثاني بقى من النجاح؟ وقالوا والله كلهم ناجحين. انا هناك افرح ان اقول هذا بدايتي انا وياهم، فتعطونا ان شاء الله عهد وعقد الي تعهدونا بان ان شاء الله انتم تنجحون ويصير ان شاء الله المستقبل امامكم، ونتمنى لكم النجاح والموفقية. وعن من خلالكم هم راح يسوون سلمونا على اهلكم. لا هو ان شاء الله الشهر المقبل الايام الاخيرة يعني الاسبوع المقبل الاسبوع اللي بعده، فاحنا ان شاء الله نتمنى لكم الموفقية الصف الثاني وكل مدرستنا من معلمين تلاميذ الموفقية والنجاح والسؤدة في طريقكم وإلى الأبد إن شاء الله. تلاحظ على المسطرة على الكلمة، عينك على الصبورة، الأرنب الوفي مشت سلحفاة قرب النهر فمر بها أرنب يبكي، قالت السلحفاة لماذا تبكي يا أرنب؟ قال الأرنب الصغير عبرت النهر على الجسر القديم، ولما فاض النهر وقع الجسر، أنا لا أقدر أن أعود إلى بيتي، أنا حزين. الصفحة الأولى راح نقراها على الصبورة، واللي أرجو منكم هو الانتباه والتردد بصوت لا عالي ولا واطي، صوت متوسط، وعينك ألمن على المسطرة. هسه لا حد يقوم على قعدتك. الأرنب الوفي مشت سلحفاة قرب النهر فمر بها أرنب بابا علي التلات بقى مالك علاقة بالكتاب علي، انت اللي افتهمت من هذا الموضوع شنو هو؟ مالك علاقة بالكتاب، احنا حكينا البارحة علي، حكينا ذاك درس على وفاء الأرنب للسلحفات، وبالعكس ردت السلحفات الوفاء مالها لمساعدة الأرنب لها للأرنب. منو بعد؟ عافية بارك الله بك علي. عباس قوم بابا قوم احكي. ايه الأرنب ايه نعم الجسر نعم وقع على الجسر. ايه قال انا ما ابي ارجع. ايه بعدين ايه قال لسه السلحفاة ايه تعال نعم ساعدته ايه عبرت بين النهر وراح الى بيته. بعدين راحت الايام وجت الايام شنو صار بعد؟ ايه نعم عميقة. ايه بعدين السلحفاة ما بيها من الحفرة مر بيها الارنب. الارنب مر بيها ايه بعدين الارنب جاء وصف مع الشجرة ممتاز ونزلها لجوه. ايه عافية مشت سلحفاة فمر بها أرنب يبكي قالت
سلحفات السلح السلحفات سلحفات تو لماذا تبكي يا أرنب؟ لا انتبه هنا بابا وصح كقراء، ولكن هذه علامة استفهام سؤال، لماذا تبكي يا أرنب؟ عيدها من لماذا؟ لماذا تبكي يا أرنب؟ عفوا قال الأرنب الصغير عبرت النهر على الجسر القديم، ولما فاض النهر وقع الجسر. أنا لا أقدر أن أعود إلى بيتي، أنا حزينة. عافية صفقولة. يلا مصطفى مصطفى يلا بويا. أرنب وبيو ماتت جعبات سلحفات طبا على التعبات، فمرت جعبات وتعتت من تالي التعبات. تبي بابا مات أفتى أرنب يا أرنب تالي أرنب وتعت الصغير التأيو وتعت النأو إلى الجسر القديم تهتيم وتع ولما لما وات التسو النهر النأو وتعو فيه أنا لا أقدر أتى إلى بيتي أنا عتينة صرقولة. يلا علي لا لين واحد منا واحد منا يا ربي بسرعة شوية قدروا لا سبع الأرنب الوفي مشت سلحفاة قرب النهر فمرت بها أرنب يبكي قالت السلحفاة لماذا تبكي يا أيها الأرنب سؤال يا أرنب لماذا تبكي يا أرنب ما تبكي يا أرنب قال الأرنب الصغير عبرت النهر على الجسر القديم ولما فاض النهر النهر وقع الجسر الجسر أنا حزين لا أنا أستطيع أنا لا أقدر على العودة أنا أعود إلى بيتي أنا لا أقدر أن أعود إلى بيتي أنا لا أقدر إلى بيتي أنا إلى بيتي لا باوعيها تجاهها أنا حزين صفقولة طبعا هذا درس جديد